تحية طيبة لكم أصدقائي من قناة عرب ليش. راح يكون شرحنا اليوم عن طريقة اختصار مدة الانتظار لاستلام مادة الغاز ببرنامج وين التابع لشركة تكامل السورية. خليكم معنا، فاصل ومرجع. ورجعنا لكم من جديد. رح نتكلم أصدقائي اليوم عن موضوع انتظار دور مادة الغاز. كليتنا فعلنا برنامج وين واكتشفنا انه رح ننتظر كتير على الدور لحتى نستلم هالجرة، وللأسف أصدقائي هذا الدور ممكن يصل للأربعة أو خمسة آلاف شخص، وحتى ببعض الحالات وصل للثمانية أو عشرة آلاف شخص قبل ما يجي دورك، وهذا الشيء يعد كارثة حقيقية بسبب الأخطاء الكتيرة والثغرات الفادحة الموجودة بالنظام العام والخوارزمية لشركة تكامل. لكن هذا الحكي من الطبيعي أنه يكون موجود بأي موضوع قيد الإنشاء، لكن نتمنى أنه يتم معالجة الموضوع بأسرع وقت وبأقرب فرصة. اليوم رح نستغل أحد الثغرات الموجودة بنظام تكامل اللي رح تمكننا أنه ننزل دور تبعنا تحت 200 شخص، حتى لو كان رقم الانتظار تبعنا 5000 أو 6000 أو 7 أو حتى 10000. أصدقائي لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد عن بطاقة تكامل وعن المواد المدعومة. أصدقائي هاي الطريقة ما بتصير إلا عن طريق برنامج وين. طبعا لازم تكون مثبت ومفعل برنامج وين على جهازك، وإذا كنت مالك مثبته ولا لك مفعله بإمكانك تضغط على رابط الفيديو اللي رح يظهر قدامك حاليا على الشاشة لتشوف فيديو الشرح عن طريقة تثبيت وتفعيل برنامج وين. ننتقل إلى الشرح. من قائمة التطبيقات نضغط على برنامج وين وننتظر لحتى يفتح البرنامج. ثم من الشاشة الرئيسية نضغط على بطاقة عائلة، ثم من منتصف يسار الشاشة على خيار غاز. كما هو موضح أمامكم أصدقائي يوجد 3413 بطاقة على الدور قبل وصول دوركم لدى المعتمد. أصدقائي قمت بتحديد عنواني مدينة حلب الحمدانية 3000 شقة، وأعطاني الدور 3413 بطاقة قبل ما يصل دور بطاقتي. رح أعمل خطوة بسيطة كتير عن طريقة رح نزل رقم 3413 بطاقة على الدور ل 100 أو 200 بطاقة فقط على الدور. تابعوا معي. بقوم بالضغط على تحديد المعتمد، ثم اختر المحافظة. رح حدد محافظة حلب، ثم رح أضغط على اختر المدينة. رح حدد مدينة حلب، ثم على اختر الناحية. رح حدد الحمدانية. لحظة اصدقائي رح ناخد وقفة هون، لانه بهالخيارات هاي بامكانك تخلي الدور تبعك 100 او 200 شخص امامك فقط، او ممكن تخليه 7 او 8000 شخص امامك. يعني بكل خيار من هدول الخيارات اللي تابعين لمنطقة الحمدانية في جواتهم اكتر من حي. يعني مثال اذا ضغطت على الحي الثالث رح يطلع لي المناطق القريب عليها، أو إذا ضغطت على الحمدانية 2 رح يطلع لي كمان المناطق اللي قريبة عليها. فبالتالي أنا رح يكون عندي عدة خيارات وكل ضمن المنطقة اللي أنا ساكن فيها. مثلا رح أختار الحمدانية 4، ثم بضغط على اختار الحي. مثل ما لكم لاحظين أصدقائي ظهر عندي عدة مناطق قريبة على الحي الرابع، يعني 3000 شقة، مشروع رواد سياحة، الحي الرابع غربي، فيلات جمعية تشرين. ومثل ما شفنا من شوي أصدقائي أنا كنت مختار عنوان 3000 شقة وكان في قدامي 3413 بطاقة لحتى يجي دور. لهون وصلنا لأهم خطوة أصدقائي، رح نغير الحي من 3000 شقة اللي كنت أنا محدده أنه هو عنوان سكني لأقرب منطقة لي. يعني فلنفترض انه انا ساكن ب 3000 شقة مثل ما كنت انا محدد، رح اختار هلا حي قريب على 3000 شقة
من هالأحياء اللي ظهرت قدامي. رح اختار مثلا فيلات رح اعتبرها أقرب شي لالي، ثم نختار المعتمد، نضغط على معتمد الحي الجوال، ثم نضغط على حفظ، ننتظر لحين انتهاء تحديث البيانات. الآن كما هو موضح أمامكم أصدقائي، أصبح يوجد 196 بطاقة على الدور قبل وصول دوركم لدى المعتمد، بدلا عن 3413 بطاقة كانوا في السابق. وبهذا الرقم الباقي يمكن استلام جرة الغاز خلال يوم أو يومين كحد أكثر. وهكذا أصدقائي نكون قد تخطينا مدة الانتظار الطويلة. طبعا هذه الثغرة ناتجة عن خطأ بنظام تكامل والخوارزمية التي يعملون بها، والتي تقوم على حفظ البيانات وجدولتها بطريقة خاطئة بسبب جدولة أغلب الناس عند معتمد واحد موجود بمنطقة تحتوي على 10 معتمدين، يعني أنه مثلا بمنطقة الحمدانية يوجد بكل حي 3 أو 4 أحياء فرعية، بكل حي من هذه الأحياء الفرعية يوجد معتمد لهذا الحي. يعني عندما تتم جدولة البيانات وإرسالها لهذا المعتمد لتوزيع مادة الغاز، يقومون بإرسال 70% من البيانات للمعتمدين الأربع الرئيسيين الموجودين بالأحياء الأربع الرئيسية، الحي الأول والثاني والثالث والرابع، بمعنى يبقى 30% تذهب لباقي المعتمدين الموجودين بالأحياء الفرعية التابعة للأحياء الرئيسية. وبسبب هذا الخطأ الفادح وهذه الثغرة الكبيرة تبقى آلاف العائلات بدون مادة الغاز، وبالعامية معتمد حاطط قدامه جرر الغاز وما في حدا يجي ياخدهن، ومعتمد في عنده 10,000 شخص صافين على الدور وعم يستنوا الغاز بفارغ الصبر. بتمنى يكون الشرح كافي ووافي واستفدتوا منه. تحياتي لكم، أنا عمر من قناة عربلش. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم سالمين وبرعاية الله.